هلموا أيها الشعوب لنسبح ونسجد للمسيح ممجدين قيامته من بين الأموات، لأنه إلهنا الذي أنقذ العالم من ضلالة العدو. من انفجار الصبح إلى الليل، من انفجار الصبح فليتكل إسرائيل على الرب. أيها المسيح، بآلامك نجونا من الآلام، وبقيامتك خلصنا من الفساد، فيا رب المجد لك. لأن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل آثامهم. اليوم الجحيم تنهدت صارخة، لقد كان الأجدر بي أن لا أقبل المولود من مريم، لأنه لما أقبل نحوي حل اقتداري وسحق أبواب النحاسية ونهض النفوس التي كنت استوليت عليها بما أنه الإله. فالمجد لصليبك يا رب ولقيامتك. سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا سائر الشعوب. اليوم الجحيم تنهدت صارخة، لقد تلاشت سلطتي، لأني قبلت ميتا كأحد الأموات، إلا أني لم أستطع أن أضبطه بالكلية، بل فقدت معه الذين كانوا تحت سلطتي. أنا كنت مستولية على الأموات منذ الدهر، إلا أن هذا أنهض الكل. فالمجد لصليبك يا رب ولقيامتك. لأن رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم إلى الدهر. اليوم الجحيم تنهدت صارخة، قد انكسرت شوكتي، لأن الراعي صلب وأنهض آدم. والذين كنت مستولية عليهم فقدتهم، والذين ابتلعتهم باقتداري تيقأتهم بالجملة، لأن المصلوب أخلى القبور واتمحلت شوكة الموت. فالمجد لصليبك يا رب ولقيامتك. Oh.
والروح القدس الإله، فيا ابن الله معطي الحياة، إنك لمستحق في سائر الأوقات أن تسبح بأصوات بارة. لذلك العالم لك أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم. مجمع الآلهة وفي وسط الآلهة يحكم. قم يا الله.
بالظلم وتأخذونا بوجوه الخطأ. Oh.